جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا كان الشخص قد ارتكب أمرا محرما وندم على فعله وقال في نفسه إني تائب، ثم ارتكب أمرا محرما مرة أخرى أو عدة مرات وقال إني تائب ولا أعود لمثل هذا الفعل، هل تقبل له توبة أم لا؟ وهل عليه كفارة في ذلك؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. توبة واجبة من الذنوب، والتوبة معناها رجوع إلى الله عز وجل وإلى طاعته، ترك الذنوب والمعاصي. فيشترط لها 3 شروط، الشرط الأول أن يترك الذنب الذي تاب منه، الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى، الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه من المعصية. فإذا توفرت هذه الشروط فتوبته صحيحة ومقبولة بإذن الله، لكن لو غلبته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان ووقع في الذنب مرة أخرى أو بغيره من الذنوب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. كل ما أذنب يتوب بهذه الشروط، توبة بهذه الشروط وليست توبة باللسان فقط، وإنما متوفرة فيها هذه الشروط. كل ما وقع منه ذنب فإنه يكرر التوبة الصحيحة ويتوب الله على من تاب، لكن عليه أن يأخذ بنفسه وأن يحميها من الوقوع في المعاصي والشهوات، وأن يعزم على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته، ويعينه الله عز وجل. وإذا كان يختلط برفقة سوء أو بجلساء سوء فعليه أن يبتعد عنهم، لأنه ربما أن يكون سبب تكرار المعاصي مرافقته للعصاة، فعليه أن يبتعد عنه. نعم.